ما الحكم في تنظيم النسل؟ وما الحالات التي وهل هناك حالات توجب على الإنسان أن ينظم النسل إذا كان قليل اليد؟ وبالنسبة لما حكم إنزال الجنين قبل 4 أشهر هذا بدون ضرورة؟ سؤالان هذا. نعم، بس هو سؤال يعني مرتبط ببعضه. نعم، تنظيم النسل ليس بيد الإنسان، بل هو بيد من له ملك السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في العزل: لو شاء الله أن يخلقه ما منعته. قال هذا أو معناه. فالأمر بيد الله. وتنظيم النسل هل هو للمترقب النسل المقبل أو للنسل الحاضر؟ كل ذلك بيد الله. ربما يريد الإنسان تنظيم النسل بناء على أن عنده الآن 3 أولاد، ثم يأتي على هؤلاء الأولاد حادث يحصدهم جميعا ويبقى ليس له ولد، بناء على أنه يريد أن ينظم النسل. ولكن في بعض الأحيان قد تضطر المرأة إلى تأجيل الحمل، ولا نقول تنظيم النسل، تأجيل الحمل لسبب من الأسباب كمرضها أو ضعفها أو عجزها عن القيام بحضانة أولادها، فهذا لا بأس أن تتخذ ما يؤجل الحمل بشرط أن يكون ذلك برضا الزوج. الفقرة الثانية نخليها تبع هذا ولا؟ لا، هو مرتبط بهذا السؤال. وهو؟ اللي هو حكم إنزال الجنين قبل 4 أشهر. نعم. الجنين إذا حملت به المرأة فإنه كما قال الله عز وجل في قرار مكين، لا يجوز إنزاله، لأنه الآن ابتدأ التكوين، منذ كان نطفة ابتدأ التكوين. وإذا كان العزل قد اختلف العلماء فيه، فكيف بشيء بدأ تكوينه؟ فلا يجوز إنزال الحمل منذ تكوينه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لكون الأم لا تتحمل الحمل لمرض في قلبها أو في صحتها أو في بطنها أو غير ذلك، فحينئذ ينزل إلى تمام 4 أشهر، يعني إلى أن تنفخ فيه الروح. فإذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز تنزيله أبدا بأي حال من الأحوال، حتى لو كان السبب ضرر على المرأة، لأنه إذا نفخ فيه الروح صار إنسانا، والإنسان لا يجوز قتله بأي حال من الأحوال.